رجعنا من جديد في سبوت ميكس، الجزء الأخير من الحصة متاعنا اليوم. باش نعطيكم تشكيل المنتخب تقريبا بنسبة 95%. باش تكون هكا تشكيلة، باش يكون دحمين في الكاج، على اليمين محمود غربال، على اليسار علي العابدي في اللاكس الثنائي على غرام، وكذلك ياسين مرياح. قدامهم باش يلعب عيسى العيدوني، إدريس الميزوني، محمد علي برمضان. على اليسار باش يكون موجود سيف الطيف، قلب الهجوم حازم مستوري، وعلى الجهة اليمين اختيارات القيس العقوبي باش يكون ربيع الحمري. اليوم ديسيزيون أخرى جريئة من قيس العقوبي بنسبة كبيرة، باش يكون هو أساسي في المقابلة متاع اليوم. خلينا ناخذ رأيك فيها سيد علي الكعبي. والله بصراحة باهية. عمر العيوني عنده إصابة خفيفة، زيدا كان هو مش لعب عنده إصابة خفيفة خليته يبدل الشواء بتاعه. عمر العيوني عمل الواجب عليه فك النص ساعة اللي تخلى، بصراحة أول مرة ريت خلى بصمة في مباراة هو والتيفي. التيفي قد ما جاء أول مرة عمل الطيف كان في مستوى وخلى بصمة في الباساج متاع المباراة الأخيرة. بصراحة مش خد سجل هدف، لا كان مردود وصير البلان تكتيك يرجع ويعاون صاحبه، يعاون في عليه وخدمه خدمة مليه على اللي صار سو البلان تكتيك سو البلان فونسيف فريمون برابو. بالنسبة للفورماسيون نعتقد فورماسيون هجومية. الحمري فقط أنا سألتك على الحمري، هو يفضل يلعب على اليسار لكن يبدو لي ما عندوش شوا كبير على الجهة اليمين، دونك خذا شوا باش يلعبوا على الجهة اليمين. ينجموا ينجموا بار انترميتونس هو ولا الطيف ينجموا يقعد منه الطيف اللي تقبضش مرة يلعب في جمعيته على اليمين، أما الحمري باش يلعب على اليمين. الحمري زاد عنده ديروبير باهين على اليسار، خاطر كي يدخل التيران يلقى الكاج قدامه ستريز امبورتون يحب يشوت بالنسبه الفيو. لا والفيو التيران يولي محلول كل قدامه، عكس على اليمين كي يمشي يعني ما يلقاش الشان كل محلوله. ونعتقد ستين كيب فكر المدرب هجومية الحقيقة، وحاجة أخرى تحسب له بتشوفه أول مرة زاد غربال محمود غربال صحيح ود ليكيب ناسيونال جونيور خدمته يمكن شويه الظروف اصابه كشريد قلت الحمراء بتاع كشريد اللي خذا راو ساعات الظروف سي سلام خليك تكتشف اللاعب تغير تاريخ صحيح اوكي الله تعرفش اليوم تلقى اسمه محمود يولي ديما موجود وديما كونفوكي، وان شاء الله ياتي المردود وان شاء الله يستغل الفرصه وان شاء الله زاد نشوف في وسط التيران. الحقيقه اللي عندنا اشكال كبير او نيفو دو لا بريباراسيون والباس في الظهر لا ديرنير باس، ما عادش عندنا الملاعبيه للباس الاخراني كما كان الدراجي يعني خسرتي دراجي الموقع ذاك هو اللي ناقصنا. ان شاء الله نراو هو في كره القدم العالميه ما عادش برشا نقصت تسبين نقصت نقولوا نحن لو ريجيسور اي ما عادش برشا والله كي كان بالرمضان لهنا في تونس مع الترجي كان يخدم في خدمه ونيفو دو التيران كوم ريليور كوم ريجيسور من تيراز رفيع. انا المشكل بالرمضان ما عادش داليم تاع رمضان اللي نعرفه بصراحه. ان شاء الله الروبران وإن شاء الله اليوم نشوفوا فرجة هائلة في المباراة. مروان برشا تغييرات في التشكيلة، علي غرام، محمود غربال، دريس الميزوني كيف باش نكتشفوه، ربيع الحمري، فما كمان كما حكينا قبيليك فما استابيليتي ما تبدلش أسامي الكل، مي فما أسامي جديدة باش نكتشفوها الجمعة أول مرة في تونس. هاني قلت لك يا سلام اليوم مباراة هذه أنا نقيمها باش نشوف فيها الملعبية أكثر من الريزولتا. تقول لي كان جات الريزولتا بتبيعتها جات ما جاتش هذيك احنا اليوم فرحانين بالكاليفيكاسيون قبل كل شيء، مي هذا سي لو مومون اليوم جدد فريق كامبيا موش فريق معناتها ساهل اليوم تيست الملعبيه اليوم اللي قادره تكون موجوده نهار اخر في ليكيب ناسيونال ولا تبقى تقول لي على التشكيله انا ماذا بيا راني ريت التشكيله متغيره بكلها. انت اليوم ايش خليت صعيب باش تبدل 11 لاعب مروان باه باش نقول لك علاش انت ماتش اليوم شنو باش تستفيد منه ماكش تشوف فيه الملعبيه عليه انت ما بدلتش الكل سليم مثلا بار اكزومبل نحكيو على حمزه المثلوتي اليوم كي تلعب غربال على اليمين ناحيه مريح انت كملت صرفت كيما نقول يكملت ناحيه مريح حطيت حمزه المثلوتي. هو هذه النقطه اللي حكي عليها البارح في الكونفرنس قال لك انا عندي مثلث الدو زاكسيو تحتهم جارديان يشيل المثلث مهندس هو تيشكي كامل يعني كامل المثلث انا نقول لك تغير وتقول لي مثلث ما اسمع بالله كي الناس السويه معناتها اسمع بعد جاوب قول حتى بني مش مهندس قال لك ما نجمش نحي زوز من ثلاثه قال لك نحي واحد نبدل واحد ما نجمش نبدل زوز فما استبيت ما نجمش نمسهان هي عارفين مش مشكلة هذيا ما نحكيو على ماتش ما فيهوش بريسيون كبيرة سليم شنو نحي مثلث نحي واحد تيح واحد يا دين عليه قلت لك نحن باش الماتش هذا شوفي فيه ماذا بينا نلعب انا ماذا بيا 10 جوانب كل تبدلت كي تحب تجي تحكي انت بالوجيك شنو يا اخي معناتها ما فهمت هذا اللي زاد اكد لي مريح ما خذا فون البلاصه
هذه تو تاكدت هنا تو فونت كومير صح مش فونت كيس لا لا ما هو باش عاود فونت كومير صحيح انا اليوم تاكدت كيف كيف انا العيدوني خيرت انا مثلا بار اكزومبل مش قاعد ياخذ في طون جو ممكن ايت مالك مثلا بار اكزومبل قاعد ياخذ في طون جو درج ودرجي علاه ما بديت زاد بايت مالك من الاول مي سيالش خلي انت كيما قلت لك عملت حمزه المثلوثي مثلا علاه ما لحقتش مرياح خاطر ماتش كي تحب كي تجي تلخصوا انت الماتش بكل انت قلت باش نشوفوا فيه الملعبي يكي تخلي لي زوز من ثلاثه لقدام باش يوريك اليوم ساعات نحسك متناقض في كلامك كيفاش ماذا تدافع على الشبان وماذا تقول لي حمزه المثلوثي ما نمشي على حسب الليسته الموجوده اليوم تحبوا نحكيو بصراحه انت اسم انا ياسين مريح كان جيت حمزه المثلوثي اكبر من ياسين مريح حتى بالعمر انا كان جيت كيما مريح مريح لو سول اللي قاعد ياخذ طون جو برشا وكان يحب يستحفظ على روحه انا قلت نمشي نجم نقول المدرب لو سول اللي قاعد معناتها يلعب في ماتشات والكل ما ارتاحش حتى مر هنا كان جيت كيف الخير نقول مثلا حتى اللي هو اللي خفت عليه انت معنا مريح تو كيما هو تيتحب شكون ارتاح خير ارتاح خلينا نشوف ونحكي لك احنا كم لعبيه اليوم هذوما ماذا بينا رانا قلت لك ايت مالك يا سلام نرجع لك ما هو سلام باش ما يفهموكش الناس بالغلط معناتها انت خايف عليه اي جستو هذا هو الله يعطيه هو جست خايف عليه حبيب يرتاح عنده ماتش مع بنجلدان الجماعه حبوا يرتاح لا بعد ما قال ناخذها فونت كوميرسي تو ماتش ما فيهوش بريسيون كبيره سيدي علي لا متفق عليه وحتى اللي هو اللي صالحه هو يقولوا خلينا نرتاح خاطر خويا هو انت شوف باش نحكيو فنيا فنيا كي بدلت تونديم ماذا بيك تبدل الزوز تونديم تعمل تونديم جديد كان غدوه واحد يتعاقب لك واحد يتضرب لك يا عندك تونديم جديد تعمل تونديم في اللاكس تونديم جديد خلينا نشوفوه صحيح واضح باه حسن عندك تعليق ولا نسلك لا 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 جوست نكمل بعد كم شوف هو الحاجه الايجابيه انه تحس انه المنتخب التونسي مقبل على ان شاء الله انا نتمنى يكون فما مشروع شانتي جديد. كبير شانتي كبير التشكيله نتاع اليوم وكانها مؤشر على بدايه هالشانتي هذايا ولكن هاو الاشكال وين كيفاش انت تجم تعمل شانتي وانه المدرب الاول لما سئل قالوا عندي صفر طموح باش نشد المنتخب راهو عندنا تناقضات كبيره في الكره التونسيه خاصه في المنتخب باهي كنشوفوا اسماء على مستوى ما فهمتكش هذه النقطه هذه هاك فاش هذاك هو من لو يعني التشكيله نتاع اليوم معناتها مغادرته لا تتطابق مع الشانط لا لا يقول لك انا ما حتى ماشي نخلي اللي بعدي انا نقول لك مصلحه المنتخب مش مصلحتي انا معناتها الشانطي سواء كنت مهندس ولا بنيز بتكملوا الشانطي مش لازم لا مش لازم يقول لك انا نحط بعد اللي جيت او يكمل كان كمل ما هو زاد قال لك صفرت مو خاطر يقول لك عنده معلومه اللي جايين بعد ما نولي مش ما نولي نرجع لكلام عصام يقول لك مروان سامحني تحيه سالم ولا عصام اي ولا اكزاكتومون يولي وكانه تجربه لمجرد التجربه خويا وكانه سي علي فهمت اني هبطت انا الحمري والمستوري كذا عندهم فرصه اخرى كل شيء انه باش يلعبوا خاطر مقابله كما قال مروان انها مقابله نحن رابحين ومقابله لكن نتفاهموا في حاجه نتفاهموا في حاجه نحن وين اليوم بالضبط نحن صفحه جديده لكن صفحه جديده يلزم اللي لاهي بالصفحه الجديده توا اللي هو سي قيس العقوبي والصاف اللي معاه باش كي يجي صفحه جديده غدو المدرب يلزم من هنا المارس يخدم راهو قيس العقوبي هو والصاف تاعو يلزم يكونوا مباشرين علاش قول لي علاش اول حاجه حتى نستناو الانتخابات تصير ولا ما تصيرش بيرو فيدرال باش يجي في اخر جانفي عنده فيفري شهر يسمو يجيب مدرب ويعمل وا 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 رانا راهو الامور مازالت مش واضحه اش قلت لك انا هذاك علاش انا نقول لك كان هو يقول زيرو طموح هذيك بشويه خلينا نتكلم هذيك الشعبويه راه هنا اي ليه هو على مستوى الشعبوي على مستوى المناورات الاتصاليه موجوده قيس نعرفه مليح من اللي انا راني علاش شعبويه ما فهمتش باش نقول لك على الشعبويه انا خاتيني اما خليه كان خليهوني انا قاعد بيان سور انا نقول له لا يلزمك تقعد بليغاتوار ما خويا اسلام يلزمو يقعد يلزمو يقعد باش الشانتي هذايا يخدموا مليح في ثلاثه شهور بربك يمشي تو شكون باش يتلاعب الملاعبيه شكون باش يقيم باش كي تجي المدرب الجديد على الاقل كان جاي مدرب كان يجب ان يكمل خويا اللي حبيت نسلك قبل كنت نرجع لك قبل جبت موضوع قلت لي ما عجبنيش الخطاب الاعلامي نتاع قيس العقوبي في الكونفرنس اي ما على مستوى الاتصالي حسيت في قيس هو صديقنا وزميلنا ودي معنا في البلاتو فما كيف اللي مناوره اتصاليه شفت هذه نتاع هو صديقنا وزميلنا استنى اللي جاي من بعد لا يعني هو يعني فما مناوره الكف اللي بعد فما قناعات روج نقول لك راه نحكوا على منتخب ونحكوا على بروجي تو وانت كقيس العقوبي تو ديكلونشي بديت
ضمنيا صحيح هو قال انا ما عادش يوسف المساكني والفرجاني خاطر مش لاسباب تاديبيه ولا اسباب فنيه، ولكن نحن كمان ظاهر انه يحب يحل صفحه جديده صحيح. مرحله جديده، المرحله الجديده هذيك انت يا تكون مؤمن بالفيزيون هذيك بالرؤيه هذيك، خاطر كلمه مش مؤمن بالرؤيه هذيك وبالهدف هذاك تحب تشوفه على ارض الواقع ما عندك. هنا نرجع للمناورات الاعلاميه يقول عندي صفر طموح باش تفسرها انت تبارك الله صحافي كبير باش تفسرها. انا كي قلت كلمه شعبويه ما عجبتوش يعني فسر لي انت كيف عندنا معنا مثل شعبي كيفاش قاعده كان شديتوني ولا كيفاش يقولوها ولا ستادير املاك. هو في اثار المناوره الكذا صفر طموح والله على ما اقول شيء تفسرها لك. انا مذهبية مذهبية والله ايش نقول لك، راهو قيس اليعقوبي في نهايه الامر راهو من اللي طر الفنيه الشابه نتاعنا وكل شيء يستحق التشجيع، وفم وفي نهايه الامر واحد بينه وبين روحه فما عباد خذوا قبله هو الفرصه ما عندوش في السي في. ما صبرش عليهم سامحني، ما صبرش عليهم عليه عليك جاء منتصر وبوسعادي وعملوا تورنوا في مصر حلو ياسر وشفنا فون دو جو شفنا كوره مع كرواسيا هايله وما صبرش عليهم. اول ماتش عمل لي صار خايب في الافريق دو سيد فكرتوا اي قامت وقعدت الدنيا هي ما يقول لك قبل يجب يكون مثلا كيما خذ مثلا جلال قادر الفرصه واسمه كمنظر. لا لا ما نرجعوش جلال، جلال بعيده على عليهم برشا فهمتش قصدي. نحكي يعني هو كطموح ما فما جانب شخصي في الموضوع لا يقول لك سامحني فما انترنور ما لعبش كيف في كم لاعب وما عملش كيف في كذا سامحني حتى كيما يقول هو ولد الدار. انا هو ولد الدار قلت كلمه بعيد عليهم برشا فشنو هو جلال 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 رمسي ايوا والاخرين يشبههم لا لا الاخر مش لا جلال اقوى منهم من كل الحقائق اقوى من جميع النواحي. قيس يعقوبي مدرب نادي الافريقي جلال القادم مدرب جمعيه كبيره مثلا لا تحكي لي على السي في اقوى منهم شنو انا ما نحكي السي في ما نمنش به برشا السي في ما شنو تحكي معناها نمن بالكومبيتونس سي كومبيتون اسمه جلال الاخرين مش كومبيتون لا مش في المستوى نتاع جلال حتى اكاديميك حتى اكاديميك مو انا نقول لك انا مع شرم ونعرفهم منتصر ما نقصوا شيء عاد سليني ما نقصوا شيء خدموا معايا كيف نسيونور نعرفهم ونعرف نقيم مش جيت البارح الكوره بوسعادي سانغرو مسيو ولا عندنا تو الوليد النفاتي ونفود لا فورماسيون امين سلم عليك امين ونحيوا ليكيب نتاعنا تاع ايديسات في 15 موا حشاني 15 موا شو اللي عملت وقفه المغرب البارح في البلاد نتاعنا ديما نتالقوا ايديسات من بعد لا 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 مش حكيت نطلقوا القديم تاعنا عندنا برشا ما عملناش قد يقوله كنا في جينيور عملنا 3 سنين في جينيور ونحن تاريخيين انا جوست برك انا الحقيقه بتاع ربي انا قيس اليعقوبي زدت قدرته وحبيته في الليست هذي مادام نحالك في فجاني ويوسف لا 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 مشكلتك الازلية في المنتخب كي عنده العقلية اليوم ويولي يعشقه كان ينحي مريح انا قيس اليعقوبي زدت احترمته برش وعجبني بور لو مومون اليوم كي نحكيه على قيس اليعقوبي اليوم جانا الحمد لله يا ربي ما يهمنيش لا في السي في لا في نيراني لا في حد شيء اليوم وصل معلومه للشعب التونسي فما فكر جديد في المنتخب اليوم كي نحكيو على انترونور ما كانش في عاداتنا قيس اليعقوبي ولا عايت من مش عايت من الجرجيس مش عايش من المستير عايت من الباجة هذيا كانت طموحات مليها بكنا نلعبوا اسلام قبل ما عيطوناش كيب ناسيونال تكون بناك في فرنسا ولا في درا شنو اليوم وعطى شانس للوليدات الصغار يتكون في الشامبيونال تونس خاطر قيس اليعقوبي على حسب الليست اللي ريتها لا قدر لا شكون كارير وعاملها في ليكيب ناسيونال ولا هذا الطفل الصغير اللي باش يستحق يلعب اللي ما يستحقش اما حاجه برك اسلام اليوم حتى قالك زيرو طموحات انا من رايي حتى للفيدراسيون اليوم مادام عندنا جين اونترونور يخمم في الفكر هذا وباش يمشي به خاطر ما يعمل حتى اونترونور ينحي لك اسامي كبار ديما اونترونور تخدم لمصالحها راه باش يجيب ريزولتا باش كل شيء اليوم خذا شانس في ماتش صعيب تاع كاليفيكاسيون نحن اليوم كي حبينا نبنيو فريق باش نمشيو به الكان مانيش اسمع مالكريك كيف تعدينا بصعوبيه يظهر لي حتى حد باش يعطي شك اللي منتخب في الكام باش يمشي فينال ولا دومي فينال خلينا نكونوا واقعيين اليوم اللي باش نجيب به مدرب اجنبي سواء في الساحه الرياضيه في تونس الناس كلها شدت وخذت شانس انا من رايي في الكان هذايا يكملوا على قيس اليعقوبي خلي يبني معناتها المستقبل هذايا جديد خاطر بجيب ترونجي باش كلف برشا فلوس واحنا الكان هذايا هو بتصير انتخابات تو كل حد عنده برامجه وخطط نتاعو عندك مدربين في تونس ينجموا يشدوا المنتخب يبقى خلينا واحد يمشي بالفكر هذايا وفي الكان هذايا عارفين رانو وحتى ما يجدوا من فينال وفينال واضح باه نحكيو على موضوع الكارديان يا سيدي علي خلينا نقدموا بالله ما عادش عندي برشا وقت هو ما كانش في الستاف في الميكرو هو كان في الستاف ولا كان في الستاف كان مع فوزي البنزرتي بشوي كي هو كان مع فوزي البنزرتي الاصلاحات هذه زعما نبرهم الفوزي فوزي ما يحب حتى حد يدخل فيه لا
هاني قول لك عادل بالك لا. هاني قول لك لا 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 كل واحد لا كل فوزي واحد. لا فوزي انا نعرفه مليح فوزي يسمع الكلام ويشارك لا بروف معناتها قيس يعقوب يقول له ما تعيطش ليوسف المساكني ماهوش اون فور هو فوزي بزرتوس عيطوس المساكني هو مضروب قاعد في اللوتي صحيح كيس الله نحن لا نسالفيك علاش لا با امبوزي كلمته قيس هذا شحاب يقول لك انا خاطر فوزي قالوا انا نحكم معناتها انا سنتور لا يا سعلي راه في الجامعه كل شيء مسجل في الندوه الصحفيه قلت له حاجه انا سالت قلت البارح في الايام هاو سالوا قالك سالوا قلت البارح في الايام موجود قلت البارح في الايام انت قاعد على يمين فوزي بنزرت هذاك ايش قلت فهمني خلينا نكمل لك وقلت له كي قال فرجاني ساسي ويوسف المساكني مهمين حتى كما يلعبوش ما يلعبوش انت شنو قلت قلت له حاجه من اثنين يا اما تجامل فوزي بنزرتي او انك توا اليوم كي نحيتهم الزوز عندك قناعه له الوقت نتاعهم وعهد نتاعهم انتهى كل مدرب عنده قناعته بس هذا حق مشروع معناه وبالتالي هو توا لا وصل المعلومه وصل المعلومه هو شنو نحن شوفوا هو قال لي يعني قالها في ندوه صحفيه قال انا غامرت خاطر نسلته ماخذ المنتخب توا في الظروف هذه على شنو نيم قال انا غامرت طالما المغامره مشيت يوصل فيها الى الاسلوب استاذ كمال بن خليل شصلك على مميش اللي اثار برشا جدل الاسبوع هذا غارديان انت في رايك وباش ناخذ رايكم الكل في الموضوع ما تشوفش اليوم ماتش شكلي نقولوا ما عندوش رهان كبير كان ينجم يخليه يعطيه مع ثاني يرجع له المورال شويه حتى كان غلط مش مشكل بالله لا انا من باب العداله الرياضيه انه اومي فورم يرتاح ويخلي زاد ما نسرقوش استحقاق ما تشوفش باش نخسروه الجارديان لا ما نخسروش خليه يرجع في الكونكورنس ما نقولش خليه يرجع هو اساسي خليه يرجع في الكونكورنس باش نخسروه فقط نجاوبك فقط على النقطه هذه ما تشوف ما تشوفش مثلا كان جاي ماتش مهم اوكي معاك العدل الرياضيه ولاعب دحمان بعده يستنى عنده حقه لكن هذا ماتش نجموا نتعاملوا به اوتومو لا انا راه مصر على كلامي العداله الرياضيه اخويا ماهوش خير من غيره واللي اذا كان مميش باش يتهلك راه باش يتهلك من التأليه هذا الزايد اللي نعملوا له فيه مميش فسدوا كان هالخطاب نتاع التأليه انا الجمعه اللي فاتت انا فسد فيه توقعت لا لا انت قاعد تنقل في رايي انا كان مجيش نعرفك مليح راه ورايي هو زايد باش نكون واضح انا رايي انا لا اتبناه حق. انا الجمعه اللي فاتت نسمع في كرونيكور في اذاعه اخرى يعمل جرد كوب دافريك جرد كوب دافريك يمشي على اساس انه هو معناتها في سوق المنصف بايل كوب دافريك على فكره قالها قبل ما المونتاج هذايا لا لا مش لا مش بالفاسون هذيك لا 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 انا معناتها كي نسمعه يقول جرد كوب دافريك ونسمع لاعب قديم يقول لك نخسر المنتخب وما يخسرش مميش انا استغرب مميش تيليت فول يلعب دونس هذي اللي تحكي عليه انت ذول اسمعني تيش مدخل بالله في اذاعة قالها قالها في اذاعة شكون بالله ما سمعتش شكون قال نقص المنتخب نقص مميش لا سمير السليمي قالها اما الاخر اللي قال سمير قال نقص المنتخب نقص مميش بيت فول هذيك يعمل ايروبيك صحيح شكون تحكي عليه ما والله ما نعرف سمير السليمي قال باي مش مهم قال يخسر المنتخب وما نخسروش مميش لا اخويا ماهوش صغير انا هذه كلمه طفل صغير وطفل صغير ما نؤمنش به هذا يلعب في الترجي في الاكابر ويلعب في ليكيب ناسيونال ماكش صغير خويا انت دورك انت ساعه روحك ودور المحيطين بيك باش يفهموك اللي انت تو باس بار اون بيريود خايبه دورك انت ودور المحيطين بيك باش ترجع بشير بن سعيد كان الحارس الاساسي للمنتخب قبل الكوب دي موند تعدى بفتره خايبه نقز دحمان شد هو في الكوب دي مونت ما قالوش الناس شبيه حرمتني من الكوب دي مونت عطوقة وقت اللي تعدى بريود خايبة شد مختار النايلي دونك العدالة الرياضية خويا انت تتعدى بريود خايبة شد البنك واضح. تراجع امورك دقيقتين انا خويا مش نسمع عليكم الكوب دافري ليكيب ناسيونال ماهيش واحدة راهي باش نهز المورال علي الكعبي بالنسبة لي انا نفس السؤال باش نسألك لكم ثلاثة الموضوع خذا اكثر من حجمه عندي انا صراحة تما فماش هذا ولد صغير الولد صغير هذاك لعب كوب دافريك جونيور في عام 23 لعب عمناول مميش لعب كوب دافريك جونيور ايه لعب كوب دافريك في مصر هو معنا. كان جارديان ايه معنا هو اسمه نتاع ليتوال رايح رايح الكازاح لعب في الدومي فينال هو موجود اي أيوة وبعد ما كانش اساسي بعدنا حاب منتصر في كاس العالم اي فقط ابني على السؤال سيدي علي هاوش نجيب لك السؤال خوي العزيز لا والاخر الاول باش يغلط غلط يشد البنك واضح نحترموه ونقدروه لكن لهنا الرول وتاثيره وعاده في جمعيته فهمتي ولا المنتخب الاستحقاق
الاستحقاق. فماش كان عنده راي مخالف الكل نفس الراي. لا هذاك منطق الاشياء يفترض ذلك. راه رد بالك راه انا عندي راي اخر. لا شوف هو لا كما قالوا لو خيان الكل لا عيب ولا حرام وليست سابقه. والله ماني عارف. هو لاعب هو حارس شاب في بدايه مشواره يمر بفتره فراغ ارتكب اخطاء متتاليه سواء مع فريقه ومره هذه مع المنتخب التونسي من باب المنطق ومن باب العدل والظلم مش به الظلم وظلمات انك مثلا اليوم دحمان ولا غدوه في الترجي اللي حبيت نقوله حسني المنطقه ذي لو كان ماتش جاي مهم معناها يعطيك الصحه الماتش مش مهم برشا معناها العباد اللي دافع على ميميش ومن احباء الترجي وعندهم حق في ذلك سواء مسؤولين ولا احباء الترجي اي كان ميميش عملك غلطه هذه مع بيراميدز ولا غدوه مع جوليبا ويخليك ويخرجك برا رابطه في افريقيا تفتح المنطقه هذايا مش بدل المنطقه وقتها تولي تضره اما انت مثلا في الترجي عندك بشير بسعيد حارس دولي من حقه زاد راه ما نظموش الناس من حقه ياخذ فرصته وهذا حارس دولي هني من عارف شنو راي مروز. لا لا تبقى حاجه برك يا سلام انا حكيت لك جاوبني يقعد يلعب ولا وبعد ديفلوب على روحه يا اخي ليكيب ناسيونال راهي ملك الجميع يا اسلام راه شنو نحكي يقعد طول ما يعطيش روندمون يشد البنك ولا ما تعيطلوش هذه المنطقه هو اللي يصير انا اليوم حتى على ميميش وحكيت انا من عمني وقلت لك لو طفل هذا عدى سيزون اكسيبسيونيل هز في درجه تشامبيونز ليغ فينال هذا رشح الكوب دو مونت اتبقى اللي ضرته جمعيته هاني قولي لك ملي اول زوز غلط اللي غلطهم ميميش والناس الكل تحكي عليه وكبرته وحكيت لك قلت لك راه سي لو مومون باش ياخذ فرصته بشير بن سعيد باش ترتح ميميش انا ضرته جمعيته هاني قلت لك انا خان فعلا معك فما كوب دافريك لعبناه ولا نسيت انا اللي فيه معز حسن وفريق بن مصطفى ونسيت شكون جارديان فيرف كل ماتش لعبوا جارديان يغلط اللعب وبعض الجارديان الثاني في مصر اللي في مصر 2019 ونسيت شكون الجارديان الثالث والله نسيت معز وفاروق ونسيت شكون معز بن شريفيه يمكن الثالث معاه وقتها لمنا المدرب كيفاش يبدل جارديان من اول غلطه هي مظلومه راهو 7000 غلطه راهو عنده شهرين وهو يغلط راهو ما يتبقى انا قلت لك انا ضرته جمعيته كيما بدلتوش وقت البريود الخايبه نتاعو نورمال نعرفوا مستقبل الكوره نتاع تونس ومستقبل الترجي الرياضي التونسي اليوم كي باش ترتحوا ماكش باش تضروا راه خاطر وليت عنيد للترجي وليت عنيد عملت اليوم نحكيو على ميميش هاو نفرض ميميش باش يلعب واللي هي ضرت الطفل مروان سامحني بربي في لحظه راه كي تلعبوا رغم اخطاء وحتى هو في ذهنه ترسخ له في ذهنه قاعدت اللي هو انتو شاب بيان سور وليت عنيد على برد فير ترجي ترجي وليت عامله برد فير مع العبيد اللي تحكي ضد ميميش لازم انت اليوم هو المستقبل يا اخي سامحني يا اخي شباب ما عملوش مع الدبشي هكا قبل كي غلط معز حسن هاي موجوده عندي معز حسن عملوا له واحده عملوا له سلاميه تيليو كي نحكيوا احنا اليوم عملوا له غنايه معز حسن وقت يتعدى بيريود خايب بيان سور هو انسان حتى كي يغلط في حياته يعمل لي يقول يعمل مراجعه سي محمد انا نقول لك حاجه علاش هل الشيء اللي صار الخوضه الكل صارت خاطر من التعنيد كما قال لك مروان عنيد 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 انا رانا عنيد ذره الطفل سامحني لا الاول اللي غلط كي بلا يخرج يقول لك توصلنا نخرج يقول لك مسحور تو هذا كلام سامحني سامحني انا في الكوب دي موند يا سي محمد اسمعني في الكوب دي موند غلط لكن انا قوت شخصيتي والمدرب سي عم مجيد شتالي وزملائي فيسا لقفوني وفيسا أطروني وحطوني رغم قوة شخصيتي فيسا فيسا يا سلام سامحني عاد تاج ورجعوني الوحدة نحن قال كلمة هايلة تاج توا قال من الأول وقت الغلطة الأولى نتاع ميميش هوب أطروه فيسا نزربوه ونلقفوه الغلطة الغلطة الأولى والثانية نتاعو مش عايش معاه هنا في حياته الخاصة الغلطة الأولى الغلطة الأولى والثانية نتاعو يخرج القائد نتاعو سي مرياح يقول لك ميميش أحسن حارس في إفريقيا تي ليه هذاك هو اللي حكيت عليه واللي ضر الديكلاراسيون تاع الملعبية ما يتبقى سلام الحاجة هي اللي معناتها الحاجة اللي لازمها تصير اليوم واللي الناس كل حكيت على ميميش يا أخي ميميش كي يغلط لك ماتش واثنين يا أخي المدرب الحراس وين؟ وين علاه ما تشدش ميميش بعد لونترينمون تخدم على الكرات العاليه على اللي يطير من البعيد على الكور معناتها البلاسمون نتاعو يا اخي اليوم زاد اليوم الحارس يعمل رابيل تي بيان سور الغلاط يا خويا تاج ريت ان ماتش جابس صار هو الماتش كي بدا كل شيء شلات ولا تصب وين المدرب يعمل رابيل فيس انا نعمل له رابيل الكره ما تشدش با
اي بيان سور بيان سور خاطر اليوم راه مدرب الحراس عنده قيمته. اليوم طارق عبد العليم قبل في الاطوال ومع بلبولي معناتها اكسبيريونس كبير يشدوا بعد سيونس لونترينمون يقعد معاه نص ساعه بلبولي معناتها عمل الاكسبيريونس بلبولي ما غلطش يتفكر في هذيك بيان سور. اليوم مدرب الحراس اليوم التو اللي خرج يتكلم وحام على الملاعب ولا قال قاعد راني فيه ولا قاعد نخدم له على الكرات العاليه ايش قاعد تعمل اليوم في الطراز وين سهله غلط يرتاح يتصلح يرجع واضح. فقط قبل ما نسكر يعطيكم نتائج السونداج 52% تقريبا 800 شخص شاركوا فيه السونداج 52% سندوا الترجي في احتجاجه على كمال يديرو 48% ضد الاحتجاج هذا. شكرا لك كمال بن خليل يعطيك الصحة على حضوركم معنا كثير عليك كعبي بارك الله فيك. هذا مروان تاج يعطيك الصحة نجم الشوط الثاني اليوم مروان تاج بالأناقة نتاعك حسن الغربي بارك الله فيك. أما بصراحة حقك جبته في الموضوع الأولاني عليك حسيت روحك تحتاج مساندة لا زيدوا دخلوا بعضه على طفل قلت له مسحور نحيونا من لغة سحر باش يزيد يدخل بعضه شكون قال مسحور؟ قلت له مسحور انتم مش انا قلت ما سحروش اوليفر كان وبيتر تشيك ونور انا ما قلتش لا مسحور لا مسعور انت كملنا سيدي علي اسمعني فينا ما عادش كملنا ما زلنا في بلاتو باش نسكر خلينا باش نسكر اغسل لي ثم حاجه نتفاهموا فيها تو كان العربي يجي باش يضحك نمشي معاك اما ناخذ تو قاريك اللي معاه ويقول يعمل سطر في الصبات شنو استر في الصبات واضح سيدي علي ما ندخلش المدى هذا ربي معه ما تكسحش وكذلك ولاد في الريجي اجمل تحيات اسلام المد